والله قربت قصيرة شوي. اشلحها هلا بزبطها. شفيق تعال ساعدني شوي، بدي ارفع شغلة. لا تواخذني، ما بترك ميرنا. لا خلصنا كل دقيقتين الشغلة. مستحيل. معلش يلا الباب مسكر. ماشي مثل ما بدك. كيفك؟ منيح، انت كيفك؟ شفيق صار يبربر من اول يوم. ايه اذا بدكم تضلوا تنادوا له على الطلعه والناس بده يبربر. شو اعمل؟ وين ما بروح بلاقيه لزقان فيني، وكمان اسمه مو عاجبني. اصبح منروح على المحكمه لنغير اسمه. عفوا خليل، اجا زباين. شو زباين؟ زباين المستقبل. لحظة عم افتح. ميرنا انا بفتح بعد شوي. تفضلي يا اختي، مين بدك؟ شفيق ممكن شوي؟ تفضلي خالي. شو رح تفتحوا هون؟ حابة اعرف. محل جاتو خالي. هو كان محل جاتو بس ما اشتغل. منجرب حظنا، بركي بتحبوا الجاتو والحلويات اللي رح نساويها. اه ليش انتي رح تعمليهم؟ هيك لكان. لنشوف امتى الافتتاح؟ قربنا رح نخلص. منيح، تشوفي على وشه الخير يا بنتي. ان شاء الله منجي محلك على القليله من شربك كاسه شاي وانتي مارقه. وليش لا، رح خبر كل بناتي عنك. موفقه يا بنتي. الله معك. ممكن نستقبل العالم بلطافه اكثر؟ هذا محل جاتو يا فهيم، ما تكونوا مفكروا باب بار. شو شفيق؟ أهلين. شو صاير؟ ليش هون؟ ما في غير هالغرفة اللي تشتغل فيها؟ قالوا لي إنه هالمكتب صار إلي. مين اللي قالك؟ خليل بيك. ليش حطيته بمكتبي؟ ما عاد بقي غير مكتبي اللي تعطيه؟ لأنه أنت ما عاد لك شغل بهالشركة. أنا بمجلس إدارة هالشركة. فإذاً؟ بتجي على اجتماعات مجلس الإدارة، بتعلكي شوي وبتمشي. وعندي عملاء كمان. ما عاد إلك ولا عميل يا زينب، ولغيت كل شي بيخليك تمثلي هالشركة. كنت عطيتك شوية وقت، وبدال ما تتفاهم معي صرت تطلع لي بالضد مو؟ والله هي لخليك تندم يا خليل. ست زينب، فرجينا لشو شو رح تعملي. يا ريت تبقي تفرجينا شو ممكن تساوي. وصلت العاصفة على مكتبك؟ وقلعتها وهلأ بتكون وصلت على باب الشركة. تفضل ارتاح. ايه كيف الشغل؟ كله خير. بما انه عنوان مصطفى مو معروف بلغناه عن طريق الصحف وحطينا الاعلانات بالخط العريض، واليوم اخر يوم للاعتراض. حلو كتير. والامن ساعدونا كتير، بدهم يقدموا للمحكمة كل الجرائم اللي عملها مصطفى بكل الفترة اللي كان هربان فيها. هالضابط عمر قد ما بتشكره بيكون قليل، وحيقدموا ضابط من الأمن كشاهد عيان بالقضية، وإذا مشت الأمور مثل ما بدنا فالطلاق حيتم بجلسة وحدة خليل بيك. تعرف ما عاد في أحلى من الأخبار اللي أخذتها. دعي لأ الله تمشي أمورنا.
رح تمشي.